بالقصف أو الجوع يكبر شبح الموت في غزة وسط عدوان مدمر يتواصل لليوم 77. يكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على كافة مناطق قطاع غزة لا سيما جباليا شمالا، حيث استهدفت غارة جوية منزلا يؤوي نازحين في المخيم، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال. قصف يرفع الحصيلة في بلدة جباليا ومخيمها إلى نحو 30 شهيدا وعشرات الجرحى خلال 24 ساعة الماضية. وفيما تتقلص الآمال في العثور على مكان آمن في القطاع المحاصر، طلب جيش الاحتلال من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا والتوجه جنوبا إلى مدينة دير البلح. اخلي البريج، طب احنا وين نروح؟ فيش ضلت منطقة إلا انقصفت، دورنا انقصفوا كل بريج، كله قاعدين بشردوا شايف زي ما انت شايف. وين احنا بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ احنا قد غلاء المعيشة والقصف والاحتلال مش مخلينا ولا قرن لنقعد فيها. هذه المدينة التي تفتقد للمأوى وتتعرض للقصف العنيف بشكل يومي من المدفعية والطائرات الحربية. تفاجأنا اللي جينا هان لقينا كل المكان هذا المدمر، دمار تقول رمين برميل، يعني ناس ما لهمش مزرعين أغلبهم، أنت شايف كلها أرض زراعية وكفيف، يعني الراجل صاحب البيت كفيف بشوفه، شحنا اللي بناخده على الجامعة نوديه ونجيب، يعني نتعرض لحاجات زي هيك، هذا حاجات وحشية، ناس فيش رحمة عندهم. 8 شهداء الساعة 12 ضربوهم في الليل، ضربتهم في 16 الساعة 12، وهذا احنا بنتي وجوزها وابن بنتي، هذا هم أطفال، طفل لسه ما لهش 4 شهور لسه، هذا الابن الوحيد يعني بنت الوحيدة. في المستشفى الكويتي المكتظ في رفح يعالج المسعفون المدنيين المصابين على نقالات وفي غرف مؤقتة. في خان يونس القريبة طال القصف المدفعي مناطق متفرقة من المدينة، كما استهدفت غارة محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وأسفرت عن إصابات. دمار هائل في كافة أنحاء القطاع الذي دمرت ثلثاء أبنيته منذ تفجر الحرب في 7 أكتوبر، فيما نزح مئات الآلاف نحو الجنوب المكتظ بالسكان وسط شح في الماء والغذاء.